طوع دوت مع وعمل مزيج من الفرقه وثبت التشكيله. تعال تعال نروح لاوتوبيس الزمالك المكشوف. يلا بينا. والزمالك بيحتفل برجاله وبلاعبيه ومعانا واحد من نجوم البطوله وواحد من نجوم ماتش النهارده اللي انا سعيد بيه جدا وسعيد ان هو بيلعب بشخصيه الزمالك كانه مولود في متعقبه، محمد شحاته نجم خط وسط الزمالك. شحاته الف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا كابتن ميدو الله يبارك فيك يا رب. مبروك، وعايزك تقول لي يعني طبعا معايا كابتن عصام مرعي وكابتن نادر السايب بيباركوا لك. مبروك يا محمد، الف مبروك يا حبيبي. يعني مباراه كبيره، شرف ليا يعني طبعا كمان الكبار طبعا. شحاته قول لي على احساسك بالفوز باول بطوله مع الزمالك واول بطوله قاريه، احساسك ايه النهارده بعد المباراه؟ الحمد لله بفضل ربنا يعني ان دي اول بطوله مع الزمالك. طبعا انا بنشكر طبعا جمهور نادي الزمالك على الدعم طبعا والمسانده طول الفتره اللي فاتت. صحيح. شحاته النهارده قول لي على العشر دقائق ربع ساعه قبل ما تتغير، هل ابتدت يعني سمنتك ابتدت تحس ان انت خلاص مجهودك مش قادر تلعب بنفس المجهود، وهل فعلا ان انت كنت طلبت ان انت ما تتغيرش وكنت عايز تكمل؟ والله كابتن ميدو انا لما جالي كرامب في الكره الوقت فيها دي كنت فعلا رجلي كان مش قادر اقف منها خالص، اتغير فانا قلت له هتحمل يا دكتور مفيش مشكله عادي. فالدكتور قال لي لا، بدل ما قدر الله يحصل اي حاجه يعني قدر الله تحصل اي شد اي حاجه مضاعف يعني، قال لي ريحك احسن. قلت له يا دكتور انا هقدر عادي. فيعني بحترم طبعا قرار الدكتور، اهم حاجه ان البطوله اللي احنا خدناها. بس شحاته قول لي دور اللعيبه الكبار النهارده. شحاته عمر وزيزو وعواد وحمزه المسلوسي والجزيري شيكابالا موجود معاكم طبعا، هم لعيبه كبيره طبعا بره الملعب وجوه الملعب. اخواتي الكبار طبعا دايما شجعوني كل تمرينه وكل ماتش طبعا، يعني بشكرهم وبشكر كل الجهاز الفني والاداري ونشكر طبعا الجمهور. محمد شحاته نجم وسط ملعب الزمالك، الف مبروك والف مبروك لكل لاعبي حبيبي يا كابتن. حبيبي حبيبي.